الولاية رقم 42 في جولة سلالة التفقدية كانت لبويرة. الوزير الأول استهل زيارته بمتابعة الأشغال بالطريق الرابطة بين الأخضرية البويرة على طول 33 كيلومترا، والذي بدأت الأشغال فيه منذ 6 أشهر. Plus de la moitié du viaduc sont déjà réalisés. Maintenant, c'est seulement le tablier avec quelques accotements qui doivent être renforcés. C'est tout. C'est un côté de la chaussée. C'est pas toute la route qui doit être en viaduc. En tout cas, les autorités qui m'ont dit, les chevaux ont été faits au temps modeste. في بلدية جباحية تابع سلال سير مشروع تزويد 11 بلدية بالماء الشاروب انطلاقا من سد تلديست، فيما تلقى شروحات عن عملية نقل المياه في إطار مشروع التحويلة الكبرى إلى 4 ولايات مجاورة من سد كويدات أسردون. أما بالمنطقة الصناعية بسيدي خالد فقد اطلع الوزير الأول على حجم التوسعة الجديدة ومشاريع أخرى في مجال تركيب السيارات والصناعات الغذائية. جولة السلال شملت أيضا تفقد انطلاق مشروع سكني ضخم، وهنا كان له تحفظ. شكون اللي راح يسكن هنا؟ مواطنين ومواطنات هكذا؟ سيدي سيتوايا ألجيريان. فوكو لو ريالي لازم نبنيو لهم حسب التقاليد وحسب ظروف المعيشة ونحسنوا ظروف المعيشة. ماهيش غير الدولة وحدها اللي تنجز. سي با لو ليتا كي رياليز. Donc tout ceci est complètement à revoir. Il n'a pas de sens civilisationnel ni urbanistique. كما تعززت الولاية بقطب جامعي يوفر 2000 مقعد بيداغوجي ويفتح التخصص في 12 مجالا وبه 5 مخابر بحثية. وألح سلال على ضرورة الاستفادة من نتائج البحث العلمي في التنمية الاقتصادية. انيسيال تاع الاندستري تاعنا ومن بعد اون فا ديفلوبي هذه لي طون. انتم تروحوا انتم تفهموهم ما هي المنفعه تاع المعرفه. كي تخلق له تبين له لا نيسيتي تجيب له العلم تاعك. هذيك ساعه مفتح لك الابواب.